حبيت تسمعوا مراد بوريكي؟ شو؟ بدنا نسمع ايه على العالي ما وهيدي مش عالية. طبعا بيسعدني اقدم لكم نجم ذا فويس مراد بوريكي، بس حغني انا وياه اغنية مالي صبر يا ناس. مساء عليكم. كيف جاكم استاذ عاصي؟ يلا بلاتي سمعونا بهذا طريقة باش نرحبوا دائما بضيوفنا. الله معكم الصحة. أولا بغيت نشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس اللي كيرعى مهرجان موازين. بغيت نشكر اللجنة المنظمة لمهرجان موازين، وبغيت نشكركم على حضوركم. وأنا فخور جدا أنني نجي نقف أولا مع فارس غناء العربي الأستاذ عاصي الحلاني، ومعكم أول مرة. فانا كنوعدكم ان شاء الله السنه المقبله وعدتني اللجنه انه غادي نجي نقدم لكم اول البوم ليا ان شاء الله، نقدمه لكم خصيصا ان شاء الله. بارك الله عليكم. يا طيور بالعالي حنوا على حالي، يا طيور حنوا على حالي، مطرح ما هو الغالي، مطرح ما هو الغالي، مطرح ما هو الغالي، بالمغرب خلوني. يا طيور بالعالي حنوا على حالي، له خال على صفحات خد، كنقطة عنبر، كنقطة عنبر، كنقطة عنبر في صحن مرمر. له خال على صفحات خد، كنقطة عنبر في صحن مرمر مرمر، وألحاظ وألحاظ كأسياف تنادي على على عاصلها. الله 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 أكبر الله أكبر. يا طيور بالعالي مطرح ما هو الغالي، مطرح ما هو الغالي، للغالي ودوني مالي صبر يا ناس، لا لا تلوموني.
مطرح ما هو الفداء لو بس تعيوني لا لا تلوموني مطرح ما هو الفداء لو بس تعيوني هاي طيور بالعادي حنوا على حالي مطرح ما هو الغالي 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 الطبر يا لا لا في دموعي مطرح ما هو الفداء Let's go.
طعمه الغالي 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 صبر يا ناس لا تلوموني مسرح مولدي ذا مسلوبات في عيوني مالي صبر يا ناس لا تلوموني مسرح مولدي ذا مسلوبات في عيوني Let's see.